تونس تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت قبل 9 أيام في منطقة سيدي بوزيد، وقد امتدت تلك الاحتجاجات اليوم إلى مدن أخرى منها صفاقس والقيروان وسوسة ومدنين. أيام وليال ساخنة تمر بها مدينة سيدي بوزيد وما جاورها، وقودها الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التونسية، على ما تظهره هذه المشاهد الليلية التي تجسد حالة كر وفر بين الجانبين دون أن يتبين ما تسفر عنه من جرحى ومعتقلين. تكافح هذه التعزيزات الأمنية لإعادة الاستقرار إلى مدن سيطر عليها التوتر الأمني منذ أكثر من أسبوع نتيجة احتجاجات ندد المشاركون فيها بأوضاعهم المعيشية المتردية، محملين المسؤولية فيه لسياسات اقتصادية همشتهم ولفساد يؤكدون أنه حرمهم من نصيبهم في ثروات البلاد. ينتهي الأمر أحيانا بأن تدفع مقرات للأمن التونسي والحزب الحاكم ثمن غضب المتظاهرين، رغم الوعود والخطط التنموية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتطويق الاضطرابات. لم يؤتي هذا الخطاب الرسمي أكله إلى الآن على الأقل، فالاحتجاجات كسبت متعاطفين جددا، بدءا بهذه الوقفة الاحتجاجية لمحامي سيدي بوزيد الذين رفعوا لافتات تطالب بالعدالة الاجتماعية وبانفتاح من قبل السلطة على مطالب الشعب المشروعة ومعالجتها بعيدا عن منطق العصا الأمنية الغليظة. التعاطف مع تحركات سيدي بوزيد الاجتماعية بدا واضحا في عدد من المسيرات والاعتصامات التي شهدتها مدن مدنين وبنقردان وصفاقس وجزيرة قرقنة، التي نظم كثير من بحارتها وقفة احتجاجية على أوضاعهم المهنية التي يقولون إنها مزرية. تراكمات احتجاجية يؤكد بعض قادة المعارضة أنها تنذر بالأسوأ، داعية إلى حلول جذرية لا تحتمل في نظرهم التأجيل. ينبغي إطلاق سراح كافة الموقوفين، ينبغي إجلاء قوات البوليس من المنطقة، وكذلك ينبغي فتح تحقيق جدي في الانتهاكات التي حصلت في أعمال القتل وفي أعمال النهب، ينبغي التحقيق فيها بصورة جدية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمرا وتنفيذا. في الأثناء تدل مؤشرات رافقت ظهور الاحتجاجات الأخيرة والتي طرقت أبواب العاصمة تونس إلى التزامها بطابعها الاجتماعي، حيث بدا الدور النقابي القاعدي بارزا في التفاعل معها، تفاعل وصل إلى حد الدعوة لتجمع نقابي حاشد في ساحة محمد علي، ليس فقط للتعبير عن مساندة مطالب الغاضبين في سيدي بوزيد ورفض الأسلوب الذي تعالج به مشاكلهم، وإنما كذلك للقول لستم وحدكم في المعاناة. ومعنا من تونس العاصمة برهان بسيس الصحفي في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. أستاذ برهان بسيس، ما كان يعتقد أنه غضبة عابرة في البداية يدخل اليوم يومه العاشر، كيف يفهم استمرار الاحتقان والاحتجاج والغضب طول هذه الفترة؟ برهان بسيس ليس معنا، ننتقل إلى ضيفنا الثاني وهو من مدينة القيروان الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني. مسعود الرمضاني، نفس السؤال يطرح وبإلحاح، كيف نفهم استمرار موجة الغضب لليوم العاشر على التوالي، وليس فقط في سيدي بوزيد بل امتداد هذا الغضب إلى أماكن ومدن تونسية أخرى؟ شكرا اختي العزيزه، شكرا الجزيره لانها اطلعتنا نحن مواطني تونس على ما يقع في بلادنا، لان تلفزاتنا ووسائل الاعلام الرسميه عندنا غائبه تماما عما يحدث في المدن التونسيه. في الحقيقه يعني استمرار الغضب دليل واضح على حاله الاحتقان التي كانت موجوده لعشرات السنين في مناطق تعتبر بعيده بكل البعد عن الاهتمامات، وهي مناطق يعني تعاني من التهميش، تعاني من البطالة، تعاني من قيادة التنمية، وهي في الحقيقة بدأت منذ سنوات، بدأت في الحوض المنجمي في الجنوب التونسي في بنقردان، والآن سيدي بوزيد ربما تنتقل إلى أماكن، وأكيد أنها ستنتقل إلى أماكن أخرى لأن احتقان كانت موجودة لسنوات طويلة، وهو احتقان
سببه غياب التنمية في هذه المناطق، وكذلك سببه الاحتقان السياسي وغياب الحريات الموجود في البلاد. يعني تفاعل هذا الشيئين يخلق حالة احتقان دائمة، فما أن يقع أي عملية إلا ويخرج هذا الاحتقان، ومع كل الأسف أن الاحتقان هذا لا يواجه إلا بالطرق الأمنية وبالطرق القضائية وبوسائل بسيطة لتبرير الخواطر. طيب سيد مسعود رمضاني، أسباب نعم سيد مسعود، يعني أسباب هذا الاحتقان واضحة ونعرفها، لكن الآن كي يتوقف هذا الاحتقان وهذا الغضب، ما هو المطلوب؟ يعني بالأمس كان وزير التنمية والتعاون الدولي يتحدث عن تخصيص ميزانية معتبرة بقيمة ربما 5 مليارات دولار أمريكي لتنمية كل مناطق البلاد وإشراك الشباب في مشاريع كثيرة. ألا تكفي مثل هذه الوعود لكبح هذا الغضب وهذا الاحتقان؟ أختي العزيزة، هذه يعني فما هناك إشكاليتين. الإشكالية الأولى وهو أن الميزانية هذه لا تكفي لتنمية كافة المناطق اللي تشتكي من بنية تحتية مهترئة، اللي تشكو من غياب تنمية، اللي تشكو من بطالة عالية لأصحاب الشهائد، وهم الآن في الصف الأول من هذه في هذا الوضع. وثانيا، إذا كانت إذ لم تكن هناك ديمقراطية وحقوق إنسان وإعلام حر، فإن أي أموال ترصد لأي مكان مسير الأموال هذه لا يكون واضحا، وربما حتى ولو وقع فإنه ربما لا يدرك المواطنين أين يكون وأين يذهب إلى آخره. فمزيد احنا ما نطالب به أنه تخصيص ميزانية وأكثر من ميزانية لكل هذه المناطق، والمطلوب بكذلك أن الدولة تهتم أكثر بهذه المناطق، أن تبني بنى تحتية لهذه المناطق، أن تعيد اعتبار لأصحاب إلى آخره، وفي نفس الوقت أن تقع شفافية أكثر في الأموال العمومية، وهو شرط أساسي لكي تقل أي مساعدات أي بناء تحتية لأي مكان ما. مسعود الرمضاني الناشط الحقوقي من مدينة القيروان، شكرا لك، وأعيد التذكير بأنه كان يفترض أن يكون معنا برهان بسيس الصحفي في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي من تونس العاصمة، ولكن انقطع الاتصال من البداية. شكرا لضيفنا.